نقول الو، السلام عليكم. السلام عليكم، اهلا بيكي. مريكة، ايوه معاكي، ازيك؟ حضرتك الله يسلم عمرك يا حبيبتي. انا عندي حلم. حلم، يلا ماما، بس ماما اللي حلمهولي يعني من فترة. يلا خير ان شاء الله. بإذن الله. حلمت ان احنا في بيتنا هناك، في بيت بابا، وابني كان بيلعب هناك وكان مخفف هدومه، فكانت عماله تقول له روحي حبيبي تقل هدومك ومش عارفه ايه. فجت واحده ست ما نعرفهاش، تمام، قالت لها بنتك حامل، اللي هو انا بنتك حامل وبطنها زينب. بطنها زينب. بس كده الحلم خلص. ما انت هو اصلا منتظرة حمل؟ ايه؟ انت اصلا منتظرة حمل في الواقع؟ لا، في 5 سنين مروا عليكي منتظرة حاجة؟ 5 سنين. لا امال لا، متجوزة بقالك قد ايه؟ انا متجوزة، انا عندي ولاد، انا عندي ثلاث لا ولاد. لا انا شايفة، استني، مش 5، لا مش 5، في حاجة فيها 4. انا متجوزة من 8 سنين يا دكتور. لا ملوش دعوة بجوازك، انت منتظرة حاجة من الوقت ده؟ يعني انا بتمنى ان انا احمل رابع، يعني انا عندي 3 بس عادي. ايوه انا يعني بقولك في 4 وسألتك على الحمل، وانت دلوقتي بتقولي بتمنى حمل. ما تركزوا معايا يا جماعة، انتوا كده هتشتتوا التفسير خالص. طيب نثبت كده عند الجزئية دي، تمام تمام طيب اخر بيبي عندك عنده كام سنة؟ اخر طفل عندك او ابن او ابنة عندك كام سنة؟ بنتي عندها كام؟ سنتين وشهرين اهو. ومين بقى اللي عنده 4؟ مين داخل في السن ده؟ 4 سنين. لا، انا اللي قبلها بنتي عندها 5 سنين. 5؟ هو انت عندك بنات؟ عندي، لا، ولد في ولد؟ وبنتين. ربنا يحميهم لك يا رب. طيب بصي بقى، هو انا طبعا انا اللي واضح لي ان في اتمام امر الاربعه، انت كده عندك 3، يبقى هم الاربعه اللي ظهروا لي في الرؤيه. ولكن لو انت مش عايزه بنموته انتظري شويه. تمام كده، مش ضروري الاسم معناه بنت، انما هو الاسم والرقم اللي ظهر لي في الرؤيه، او الرمز الرقم اللي ظهر لي في الرؤيه، هو اللي حدد لي الدنيا ماشيه معاكي في انهي اتجاه. فانت لو مش عايزه بنموته انتظري شويه واستخيري ربنا قبل ما تنوي موضوع الحمل. تمام، ان شاء الله يعني ربنا يكتب لك الخير. هي لما جت قالت لها بنتك حامل وبطنها زينة، ده معناه ان انا ممكن احمل واجيب فعلا بنت. ايوه، لانها واحده اللي قالت والطفل كمان بنت، فالاتنين كده ادي رمزين اتنين، وبتقول لمين؟ لمامتك، فانت عندك كل الرموز مكتمله انها بنت. فهمتيني؟ بس والله اعلى واعلم. طب يا بنت اختي حامل ان بتلبس بوت تمام. اسود، الفرده اليمين دخلت والفرده الشمال دخلت بالعكس. بس كده. هي قد ايه؟ انا انسه؟ يعني عندها 26 سنه. مش مرتبطه يعني؟ لا لا خالص. بصي، هو حد هيجي لها والموضوع فعلا زي ما تشاف كده الفرد بتدخل بالعافية، هو طبعه غيرها خالص يعني. هو حد لا، هو هيجي لها. الفرد اليمين يا دكتور دخلت، الفرد الشمال لا، يعني دخلت بالعافية، ايوه، دخلت بس بالعافية. اتلبست بالعافية. تمام، ما هي دي، هي دي بتبقى موضوع ارتباط، والموضوع هيكون فعلا الطباعة هتبقى مختلفة جدا. ربنا يكتب لها الخير يا رب يا حبيبتي، يا رب. ماشي حبيبتي، نورتيني. مع السلامة، مع السلامة.